مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون المواقع المحلية. بينما يتضور اليمنيون جوعا، الحوثيون يحولون إيرادات الزكاة لمقاتليهم. العربي الجديد تقول كورونا يفضح أطماع الإمارات في سقطرة اليمنية. أما الموقع الروسي يتساءل كيف يمكن أن يكون صوتك العلامة الأولى لعدوى كورونا. في ليالي شهر رمضان تشهد معتقلات الحوثيين حملات تعذيب أشد للمعتقلين، وتستمر جلسات التعذيب طوال النهار والليل، وتؤدي إلى وفاة معتقلين آخرهم في معتقل مدينة الصالح بتعز. ووفقا لعدن الغد، تعز وفاة مختطف تحت التعذيب في معتقل للحوثيين بالحوبان. ووفقا للموقع، فقد توفي معتقل في سجون ميليشيا الحوثي بمنطقة الحوبان شرقية تعز متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له من قبل مسلحي الميليشيا في المعتقل طوال فترة سجنه. وقالت مصادر موثوقة إن المواطن عبد الله طاهر الشرعبي اعتقل من قبل ميليشيا الحوثي وأودع في سجن مدينة الصالح، حيث مكث لفترة طويلة في المعتقل وتعرض لصنوف من التعذيب البشع. وأظهرت صور للمعتقل المتوفى أثار تعذيب شديدة في أماكن متفرقة من جسده، لا سيما الرأس، كما أظهرت جروحا غائرة وندوبا متفرقة. كشفت جماعة الحوثي المسلحة رسميا عن تحويل أموال الزكاة إلى مقاتليها الذين يقاتلون تحت رايتها في جبهات القتال بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، ما يعني حرمان ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات هذا العام. وعنوان موقع يمن مونيتور: بينما يتضور اليمنيون جوعا، الحوثيون يحولون إيرادات الزكاة لمقاتليهم. وقال مراسل يمن مونيتور في صنعاء: توزع الجماعة الأموال المأخوذة من المحال التجارية ومن رجال المال والأعمال على المقاتلين الحوثيين تحت شعار شركاء في صناعة النصر. وأضاف: تشهد أسواق في مديريات أمانة العاصمة حملات مداهمة للتجار والمحال التجارية لدفع الزكاة لجماعة الحوثي، والتي تصل إلى مبالغ مضاعفة. وقال أحد العاملين في شارع الكهرباء ليمن مونيتور: إن الحوثيين يعتبرون رمضان موسم العام لجباية التجار والباعة والمواطنين تحت مسميات الزكاة وجبايات أخرى. منذ أو طريق الحرير دائما إلى روما من بكين. تحت هذا العنوان كتبت نعيمة عبدلاوي مقالها المنشور في العربي الجديد، وقالت: سيكون الاتحاد الأوروبي رقما صعبا في المعادلة الدولية لمرحلة ما بعد كورونا وفي عالم متعدد الأقطاب. فبعد الطريقة التي أدارت بها أزمة كورونا، فقدت الصين حظوظها مرحليا في قيادة العالم، وسوف يقل اعتماده عليها كورش صناعية لاحتياجاته كما كان الوضع قبل كورونا، زيادة على ضبابية تمويلها مشروع طرق الحرير الجديدة. فالمديونية الداخلية للدولة كبيرة، وكذلك مديونية الدول المستفيدة من المشروع، وحتى عدم استقرار بعضها، فهناك سابقة حذر منها صندوق النقد الدولي تحت رئاسة كريستين لاكارد عندما فقدت سريلانكا السيطرة على ميناء هامبانتوتا الاستراتيجي لأنها عجزت عن تسديد أقساطه للصين. وللأخيرة إكراهاتها الداخلية أيضا، فلا يزال 600 مليون صيني تحت عتبة التنمية، كما أنها ما زالت تستورد 50 مليون طن من الحبوب سنويا. ولذلك حظوظها قبل الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية لتخطي هذه الإكراهات ضئيلة جدا. في الوقت نفسه سيرتب الاتحاد بيته الداخلي جيدا، فبعد فتور عامل المفاجأة في تدبير الأزمة ومع التدابير الاستباقية والجيدة للبنك المركزي الأوروبي الذي ترأسه كريستين لاكارد، سواء بضخ مليارات اليوروهات أو شراء ديون الدول الأوروبية والتي استفادت من إدارة الأزمة المالية قبل 10 سنوات. اشتد الصراع الدائر في جزيرة سقطرة اليمنية الاستراتيجية مع تسارع الأحداث خلال الفترة الأخيرة، في ظل انشغال اليمنيين بانتشار فيروس كورونا في عدد من المدن. وبحسب مراقبين، استغلت الإمارات الوباء واندفعت عبر أذرعها العسكرية والمحلية لتأجيج الوضع في سقطرة.
وفقا لصحيفة العربي الجديد والتي عنونت كورونا يفضح أطماع الإمارات في سقطرى اليمنية. وقالت الصحيفة إنه في استغلال واضح للأحداث في عدن وغرقها في الأوبئة والفيضانات والأزمات المعيشية المتلاحقة، دفعت الإمارات بتشكيلات المجلس الانتقالي العسكري التي كونتها في الجزيرة لبسط سيطرتها عليها وإحكام السيطرة على الميناء والمرافق الخدمية الحيوية الجديدة. وتعمل الإمارات منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن على فرض واقع جديد في سقطرى من خلال تجنيد أبناء الجزيرة وجلب أفراد عسكريين من خارجها وتشكيل مجامع أمنية والسيطرة على المرافق الخدمية والاستراتيجية الحيوية على غرار ما فعلته في عدن جنوب اليمن. يقول وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني للعربي الجديد إن الإمارات تستغل ببشاعة أزمة كورونا في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام لكي تضع يدها على الجزيرة بشكل كامل. أيام وتحل الذكرى الخامسة لانطلاق قناة بلقيس التي رافقت اليمنيين خلال رحلتهم في البحث عن المعلومة والخبر. محمد السامعي من ضمن من كتب عن هذه المناسبة وقال في مقاله الذي تنشره بلقيس: تتزامن الذكرى الخامسة لانطلاق قناة بلقيس الفضائية مع استمرارها في تقديم برامج رمضانية متميزة خلال الشهر الكريم، استطاعت عن طريقها كسب قطاع عريض من الجمهور اليمني المتعطش لإعلام حر خال من رتابة الإعلام الرسمي وصراعات وأجندات الإعلام الحزبي. استطاعت قناة بلقيس منذ انطلاقها كسب ثقة جمهور واسع في اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. هي بالفعل تعد واحدة من أهم القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي يحرص اليمنيون على مشاهدتها في الداخل والخارج. بهذه المناسبة نستطيع القول القناة كانت محظوظة بالفعل بأنها نجحت في الحصول على كادر شبابي نشط ومؤهل وذي خبرة جيدة في التعامل المهني، سواء فيما يتعلق بالتقديم البرامج أو بالإعداد والإنتاج. هذه نقطة مهمة ينبغي ذكرها هنا، فأن تستطيع وسيلة ما كسب كادر مؤهل يعد نجاحا فريدا. من خلال متابعة المستمرة للإعلام اليمني بشكل عام، ألحظ اهتماما من قبل الجمهور اليمني بقناة بلقيس. هناك من يشيد بمتابعتها الآنية والمستمرة للأخبار الهامة والمهمة ومناقشتها أبعاد الأحداث بشكل متكرر، وهذا أمر مهم بالنسبة للجمهور الراغب بمعرفة ما يدور في بلده من تطورات عادة ما تكون متسارعة وهامة. في ظل الحرب المستمرة شكلت قناة بلقيس إضافة نوعية للإعلام اليمني، وأفادت كثيراً الجمهور في تقديم ما يهمه في مجالات عدة. ولا ننسى أن هذا النجاح لا يأتي إلا بإدارة ناجحة استطاعت إدارة المشهد الإعلامي في القناة بطريقة كان من نتاجها رضا الجمهور. أعلنت مصادر قيام الولايات المتحدة بسحب صواريخ باتريوت وبعض الطائرات المقاتلة من السعودية، ما دفع مراقبين وصحفا عالمية للبحث عن الأسباب التي تكمن وراء هذا القرار. وتساءل موقع دي دبليو الألماني: ما الذي تخفيه واشنطن وراء سحب أنظمة دفاعية وطائرات من السعودية؟ وكشف مسؤول أمريكي عن قيام الولايات المتحدة بسحب بطاريتي صواريخ باتريوت وبعض الطائرات المقاتلة من المملكة السعودية بعد أشهر فقط من قيام البنتاغون بنشر تعزيزات عسكرية هناك لمواجهة إيران. وفقا للدي دبليو، سحب بطاريتي الصواريخ والطائرات جاء في وقت تعاني فيه العلاقة بين إدارة ترامب والرياض من توترات بشأن إنتاج النفط، خاصة بعد أن كشفت وكالة رويترز عن قيام الرئيس الأمريكي بتهديد ولي العهد السعودي بقطع الدعم العسكري الأمريكي عن السعودية إذا لم تتوقف الأخيرة عن إغراق الأسواق ببراميل النفط، وذلك من خلال أو عبر مكالمة بين الاثنين في شهر أبريل المنصرم.
بينما كان رد البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية على هذه الأنباء بأنها خطوات روتينية وتتم بشكل أساسي من أجل أعمال الصيانة، كما ذكر موقع ميليتاري تايمز لأخبار الجيش الأمريكي وصحيفة واشنطن بوست. ولم يستبعد الموقع الألماني أن الهدف من سحب الأسلحة ابتزاز السعوديين لدفع المزيد من الأموال، إذ صرح ترامب كثيرا بأن بلاده هي من تحمي الرياض، مشددا على أهمية دفع المملكة المال مقابل ذلك. منذ أكثر من عام والموظف عبد الكريم الإرياني معتقل لدى الحوثيين، ورغم تكرار النداءات من قبل بناته وكل من يعرفه إلا أنه ما زال في المعتقل. ابنته أبرار تكتب إليه وعنه دون توقف وتقول: أنا في أسوأ حالاتي ووالدي لم يأتي بعد. كنت مؤمنة تماما أننا لن نقضي الأسبوع الثالث من رمضان دون والدي، لكن ها هو الأسبوع الثالث في طريقه للرحيل دون أن يعود أبي. الله، كم تأملنا خيرا في هذا الشهر، وكم رفضنا الخروج من المنزل لنكون في استقبال والدي عند عودته، لكنه للأسف لم يأتي حتى اليوم. وبالطبع لا أحد يهتم. كيف أشعر؟ كيف أتألم؟ وكم مرة نمت في المشفى منذ بداية هذا الشهر؟ عمري 19 سنة، لكن لدي ملف حافل بالأمراض المختلفة التي سببها اعتقال والدي، وما خلفه من ضغوطات، ألم متواصل، ونوبات متكررة، وغياب عن الوعي. اكتفيت واكتفت أسرتي كاملة، وها هو فيروس كورونا يطرق أبوابنا، كما يهدد بكسر أبواب السجن الموصدة بوجهنا. متعبين يا عالم، أنهكتنا الصرخات والرجاءات المستمرة. أتمنى من أصحاب القرار الذين سيقرؤون رسالتي هذه، أعيدوا والدي إلينا، لا سند لنا ولا معين سواه. أعيدوه لأختي الصغيرتين. أعيدوه لعل صحتي وصحة والدي تعود بعودته. أعيدوه، فقد تعبنا. تشمل أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعاً ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال الجاف المستمر. ومع تواصل الأزمة يعمل العلماء على فهم المزيد حول الفيروس، ومن ذلك البحث عما إذا كان الصوت مؤشراً مبكراً لعدوى كورونا. وعنون موقع روسيا اليوم: كيف يمكن أن يكون صوتك العلامة الأولى لعدوى كوفيد-19؟ ويحقق علماء أمريكيون فيما إذا كانت التغييرات في الطريقة التي تتحدث بها يمكن أن تكون مؤشراً للعدوى، ويعتقدون أن التغييرات الطفيفة على الأصوات يمكن أن تكون علامة واضحة عما إذا كان الجسم يحارب العدوى. ولا يحدد الاختبار بدقة ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن يكشف ما إذا كان من الواجب إجراء الفحص المخبري للعدوى، وما إذا كان الشخص معرضاً لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة. وتتضمن هذه التغييرات الصغيرة في الصوت عند محاربة العدوى تتضمن التحدث بشكل أبطأ من المعتاد، وأخذ أنفاس صغيرة بين الكلمات، وحتى اختلافاً في نغمة الصوت. تحذيرات جديدة أطلقها عالم فيروسات روسي وفقاً لموقع إلوكنيس ليتو. عالم روسي: كورونا يبقى على الشعر لمدة 3 أيام. وأعلن الدكتور في العلوم الطبية البروفيسور أناتولي ألشتاين عالم الفيروسات الروسي أن الناس غالباً ما ينسون أن الشعر يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشار الخبير إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد يمكن أن تنتقل عبر الشعر، لذلك من أجل تجنب هذا الخطر يجب تغطية الرأس بقطعة أو أي شيء آخر، لأن الفيروس يمكنه البقاء نشطاً في الشعر مدة 3 أيام، وفق ما نشره روسيا اليوم نقلاً عن نوفستي. وقال: يمكن للفيروس أن يسقط على الشعر، حيث يمكنه البقاء نشطاً هناك ليومين أو 3 أيام، لذلك من الضروري تغطية الرأس بقبعة أو وشاح خارج البيت. وأضاف: من الضروري استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من البيت، وكذلك مراعاة المسافة الفاصلة التي لا تقل عن 1.5 متر بين الناس في الشارع والمتاجر وغيرها من الأماكن العامة. طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة في معهد ميليكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن ليانا وين تقدم مجموعة من النصائح لكيف نحمي أنفسنا من كورونا، وقالت في صحيفة الواشنطن بوست: إذا كان يجب عليك العودة إلى العمل، فكن مدافعاً عن صحتك.
اسأل صاحب العمل عن الممارسات التي يتم تطبيقها لحماية العاملين والعملاء. استفسر عن إمكانية العمل عن بعد والمناوبات غير المتداخلة والإمكانيات الأخرى. إن الخطر تراكمي، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم زاد خطر إصابتك بالفيروس. ابذل قصارى جهدك لمواصلة الحد من تفاعلاتك مع الأشخاص خارج العمل، وحاول تقليل المخاطر على الآخرين أيضا. ارتدي قناع وجه في الأماكن العامة، قم بقيادة السيارة أو المشي أو ركوب الدراجة إذا استطعت، واترك وسائل النقل العام لأولئك الذين ليس لديهم خيار آخر. احتفظ بمذكرات يومية للأماكن التي تواجدت فيها ومع من قضيت الوقت. وبهذه الطريقة، إذا وجد أنك مصابا بكوفيد-19 سيكون من السهل تتبع الناس الذين خالطتهم. والأهم من كل شيء، ابق في المنزل إذا استطعت. إن التباعد الاجتماعي هو امتياز لا يملكه الكثيرون. سيكون من المغري النظر إلى إعادة الفتح وتخفيف الإغلاق على أنهما عودة إلى طريقتنا في الحياة قبل تفشي فيروس كورونا، لكنها ستكون أي شيء سوى ذلك. كمجتمع اتخذنا قرارا بإعادة الفتح قبل أن يقول العلم أننا جاهزون، ونحن نعود بدراية كاملة إلى حيث كنا في منتصف آذار مارس قبل أول زيادة بمتوالية هندسية في الإصابات والوفيات. سوف تأتي تلك الطفرة في الإصابات مرة أخرى، ولكن لن يستطيع أحد أن يدعي هذه المرة أنه لم يرى ذلك قادما. تعيش دول العالم لحظات ترقب وخوف جراء انتشار فيروس كورونا، وتوثق الصور لحظات عصيبة يمر بها العالم. صحيفة الغارديان نشرت مجموعة من الصور نتابعها في جولة اليوم. عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة لحلقة اليوم. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.